قناة كنوز النفس، وجبة دسمة من المعلومات النفسية القيمة التي ستكون زادا لك في حياتك. إغماض العينين يساعد في تذكر ما نسيته لا إراديا، لأن ما تراه العين يشغل المخ عن التركيز في الشيء الذي يحاول تذكره، فأغمض عينيك حتى تسمح لمخك أن يركز في شيء واحد فقط. صديقك الحقيقي يبقى صديقك مهما طالت فترة انقطاع التواصل معه، حتى إذا قابلته اليوم فستشعر أنك تركته بالأمس فقط، لأن تقارب القلوب أقوى من تقارب الأجساد. الشخص الذي يسرع السير في الطريق غالبا يتمتع بالنبوغ العقلي، كما أن فرصته في النجاح في تحقيق غاياته في الحياة هي أضعاف فرصة الشخص الذي يبطئ السير بمراحل. عندما يحب الشاب فإنه ينظر مباشرة في عيني من يحبها، ولكن عندما تحب الشاب فإنها تنظر إلى أي شيء بعيدا عن عيني من تحبه. الخجل يرتبط بشكل أساسي بأصحاب القلوب النظيفة، وبرغم أن هؤلاء لا يكونون صداقات عديدة في حياتهم، إلا أن صداقاتهم المحدودة هي من النوع القوي والوفي الذي يستمر مدى الحياة. تفيد إحدى الدراسات أن الازدحام المروري في المدن الكبيرة يستنزف طاقة الموظفين جسدياً ومعنوياً قبل أن يصلوا إلى عملهم، مما يؤثر بالسلب على نوعية الخدمة التي يقدمونها لعملائهم. الأشخاص الصم يتمتعون بقوة إبصار تفوق من يستطيع السمع، والسر في ذلك هو أن المخ يستخدم الخلايا الخاملة المخصصة للسمع في تقوية حاسة البصر كنوع من تعويض النقص الحاصل لدى صاحبه. إذا أردت شيئا من أحدهم وتريد ضمان استجابته لك، فلا تبدأ طلبك بجملة هل يمكن أن تقرضني مبلغا من المال، لأنه سيعتقد أن هذا سؤال يقبل جوابين نعم أو لا، والإنسان بطبيعته يميل للراحة والهروب من التكليف. ولكن قل لصاحبك من فضلك أقرضني مبلغ كذا من المال، وتأكد أن النتيجة ستختلف جذريا. الجاسوم هو الاستيقاظ من النوم مع عدم القدرة على الحركة، وقد يصاحبه هلوسة مرعبة، والسبب في هذا هو استيقاظنا في أثناء مرحلة حركة العين السريعة، في حين أن آلية ارتخاء العضلات لم تكن قد توقفت بعد، فيسبب هذا شللا في اليقظة يستمر لثوان وأحيانا لدقائق. لولا المتفائل لما كان لدينا طائرة، ولولا المتشائم لما كان لدينا مظلة للهبوط الاضطراري.